احنا بدأنا طيب احنا المرة اللي فاتت دي كده المحاضرة كام؟ خمسة. المرة اللي فاتت احنا كنا وقفنا عند الدياليزرز صح كده؟ وقلنا ان الدياليزر ده المكان اللي بيلتقي فيه الايه البلد والدياليزيت بيلتقوا بيتراكت مع بعضهم عشان يبدا يحصل الايه الديفيوجن والكونفكشن وما الى اخره عمليات الدياليز ان جنرال. طب احنا محتاجين نتكلم على ايه في المرشحات في الدياليزر؟ رقم واحد الاستراكشر، هو المرشح ده بيتكون من ايه؟ ده مثلا لمثال المرشح بتاع شركه فيرزينيوس اف اكس 100، المرشح ده فيه شيل بلاستيك شيل من بره وفيه اربع بورتس، اثنين بورتس منهم للبلد واثنين بورتس منهم للدياليزيت. هنا المكان البلد بيبقى ان والبلد بيبقى اوت والدياليزيت بيبقى ان والدياليزيت بيبقى اوت، واحنا عرفنا قصه الجيومتري ان هم عكس بعض ليه عشان نزود كفاءه الغسيل وما الى اخره. طب لو احنا بقى عايزين نفتح المرشح من جوه ونبص على الاستراكشر بتاعه، فالجزء اللي فوق ده بنسميه الهيدر، سواء هنا او هنا الاثنين بيسميهم هيدر، بيبقى الدم داخل من المكان ده بيبدا يخش جوه الكابيلاري اللي احنا بنسميها الممبرينز او الكابيلاري او الهولو فايبرز بتاعت المرشح، اللي هم بيبقى شكلهم لو احنا فتحنا المرشح وبصينا عليه كده بيبقى شكلهم بالمنظر ده، بيبقى thousands دي يعني تقريبا كده المتوسط، محدش بيعدهم طبعا، بس الشركات بتقول ان المتوسط في كل مرشح تقريبا ما يقارب ال 10,000 ممبرين، فرقم طبعا بيبقى ضخم جدا. العكس بيبقى داخل الايه الدياليزيت من مكان عشان يطلع من مكان ده. ده كده اول نقطتين في الايه في الاستراكشر. ولكن عشان نعرف نفهم احنا ازاي وصلنا للتكنولوجيا دي محتاجين نعرف الباست هيستوري بتاع الدياليزر ده، لان الدياليزر ده هو ده لب الايه الدياليس. المرشح اهم من المكنه، انا ممكن اغسل من غير مكنه بس ما ينفعش اغسل من غير مرشح. فاهمين القصه؟ يعني المكنه دي بتديني فيزيكس عشان اعلي بيها كفاءه الغسيل، انما فكره الغسيل كلها قايمه على الايه على الديفيوجن اللي بيحصل بسبب المرشح. فبدايه القصه دي كانت سنه 24، كان هاس دياليزر ده كان انابيب طويله كده معموله من السليلوز وبنعدي منها الدم ببريشر عالي فيبدا ايه يرشح المواد اللي جواه. جه بعديها كولف دياليزر سنه 44، روتاتوري كده بنحط الدم في انابيب بتمشي طويله ونقعد نلفها كده مانيوال، واحد قاعد ايه بموتور كده يقعد يلف الايه المرشح كده عشان المرشح يبدا يطرطش الايه الكرياتينين واليوريا اللي جواه. جه بعديها كولف دياليزر 56 عمل الكويل ده بالمنظر ده، والدم يعدي كده جوه الكويلز دي كده عشان يبدا ايه يرشح من جواه. جه بعديها كيل دياليزر سنه 60، وده كان برضو عباره عن شرايح طويله كده الدم بيمشي جواها، والمرشح كيل ده موجود لغايه دلوقتي في متحف الملاحف ايه امريكا. لغايه ما وصلنا للهولو فايبرز بتاعنا اللي موجود دلوقتي، ده كان تم اختراعه سنه 66، ده كان اول هولو فايبر بالمنظر بتاعنا اللي احنا متعرفين عليه كان 66. طيب ده شكل الايه الهولو فايبرز من جوه لو فتحناها كده، يعني شعر 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 طالع. طب هو السؤال، الممبرينز بقى دي متصنعه من ايه؟ هل دي تفرق؟ تفرق كتير جدا. تفرق في ايه بقى يا فندم؟ اول بدايه الامر خالص صنعوها من السليلوز. السليلوز مشكلته ان هو ماده جسمك بتعرف عليه، فيبدا جسمك يدي immunological response against السليلوز، يا نهار اسود، ويعمل complement activation وتبدا مش عارف ايه وكيموتاكسيس وقصه، فيبدا المريض يخش على ايه؟ في reaction during dialysis. فاحنا بنسمي القصه دي bio incompatibility. فبنقول ان المرشحات القديمه اللي كانت متصنعه من ناتشرال سورس زي السليلوز دي مرشحات بايو انكومباتبل، اتفقنا كده؟ فالناس بعد كده جم حاولوا يعدلوا على السليلوز، قال لك بقى مش عارف نحط سليلوز اسيتيت، سليلوز داي اسيتيت، تراي اسيتيت، كوادري اسيتيت، وزي ما انت عايز بقى زود. المرشحات دي كانت الى حد ما في الكومباتبيلتي احسن شويه، بايو كومباتبل افضل، ولكن ستيل كان مرضى كتير قوي بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم دياليزر رياكشن. لغايه ما بعد كده بقى بدانا في الايه في القصه الجديده، كل القصه دي على فكره عشان السيلوز في او اتش جروب هي اللي بتعمل الاستيميليشن لكل القصه دي. جينا بعد كده بقى في الايرا اللي احنا عايشين فيها، كل المرشحات اللي احنا شغالين بيها سنسيتك، اتفقنا؟ كل البولو فايبرز دي متصنعه من مواد سنتيك زي البولي اي البولي سلفون والبان والبولي امايد، قصص كل بقى دي مواد تسمع عنها النهارده. بس برضو يعني ما مش انا هبص على المرشح بتاعي اقول اه ان المرشح ده بايو كومباتبل عشان بايوس ايه بولي سلفون، ده انت بولي سلفون من شركه معروفه ولا شركه ماشيه حالك وتحت بير السلم والكلام ده، يعني برضو الموضوع بيختلف من شركه لشركه. يعني ما تبقاش انت مطمن، القصد من نقطه ايه، ما بقاش انا مطمن خلاص وانا اصل لا المريض بيجي له رياكشن، لا ده مش من المرشح، اصل المرشح ده سنسيتك، اصل ده بايو كومباتبل، لا ما تضمنش. مش معنى ان هو بولي سلفون وسنسيتك انه متصنع بطريقه كويسه
فاهمين القصه كلها قصه كواليتي فاهم. فدي اول فكره احنا بنصنع المرشح بايه وبنقسم المرشحات اذا كانت بقى بايو كومباتيبل ولا بايو انكومباتيبل. النقط دي مهمه جدا. ولو هي بايو انكومباتيبل هتلاقي المريض بقى يبدا يخش في شيفرنج وبتاع ودرجه حرارته بتعلى على غسيل ويحصل له دايلايزر رياكشن. طيب النقطه اللي بعديها احنا عايزين طب نحسن القصه دي نعمل ايه؟ قالك طب ما تيجي ندهن نكوت الممبرينز دي. هنكوت الممبرين بايه؟ فيتامين اي. اشمعنى؟ قالك فيتامين اي ده انتي اوكسيدنت فهيحسن الايه؟ الكومباتيبلتي. رقم اثنين ان الفيتامين اي بيقلل الهيبر ريكويرمنت يعني بيقلل الكلوتر فدي مميزات. طيب احنا اتكلمنا اكتر من مره على المرشح في وسط المحاضرات اللي احنا شرحناها مفيش يعني محاضره لمت المرشحات. بس اللي احنا لو جبنا فايبر هولو فايبر واحد وبصينا عليه هنلاقي ان الهولو فايبرز فيها خرام كده متقسمه وعن طريق البورز ديت هي اللي بيبدا يحصل فيها الديفيوجن. واتفقنا ان البور سايز بيفرق في حاجتين في البرفورمانس. البرفورمانس ده اللي هو بيفرق فيها هو المرشح ده البرميابيليتي بتاعته للووتر اخبارها ايه. والبور سايز بيفرق كمان في الفلكس. اتفقنا؟ في بقى مرشحات الدنيا وسعت منهم قوي لدرجه ان احنا عملناها فيري فيري بيج كات اوف. كات اوف ده اللي هي فتحه الايه؟ البورز. لدرجه ان احنا وسعناها لدرجه ان بقت بتلوز البوم. مرشحات ممكن تلوز البوم. فالبوم لوزنج ممبرين دي بنسميها الهاي كات اوف ممبرين. والسؤال اللولبي يعني هو انا ممكن احتاج المرشحات دي في ايه؟ ليه انا عايز المريض بتاعي يفقد البومين؟ فصل البلازما تفكير مش منطقي مش وحش بس فصل البلازما مش عايز المريض يفقد البومين بس انا عايز يفقد كله مش البومين مش هو مش مهمتي انا في فصل البلازما في البلازما اكستشينج انا اهم حاجه عندي يشيلها مش الالبوم جلوبل هو بيقولوا ان المرشحات دي احنا بنعملها عشان المايلوم لايت تشين ديزيز بيبقى عندهم مش 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 الامينوجلوبلين كله حته من الامينوجلوبلين هي الايه اللايت تشين عارفين اللايت تشين والهيفي تشين بتاعه الامينوجلوبلين تمام فبيعملوا المرشحات دي عشان نشيل بيها الالبومين او اللايت تشين. بس هو السؤال ما فيش دراسات اكدت او قالت ان احنا لينا رول كبير قوي في علاج اللايت تشين ان انا اشيله لان انت ما انت هتشيله هتصنع تاني فالقصه دي مش ابروفد ان هي ذات ايه كواليتي عاليه في تحقيق المطلب بتاعنا بس مكتوب. طب احنا بمناسبه الكات اوف ده بقى هنقسم المرشحات ليه؟ اكوردنج للكات اوف في عندنا لو فلكس واللو فلكس ده يقدر يشيل لغايه 5000 دالتون تمام؟ في عندنا ميديم فلكس وده يشيل لغايه 8000 دالتون في عندنا هاي فلكس وده يشيل لغايه 20000 دالتون رقم كبير تمام؟ يعني احنا اتفقنا ان البيتا 2 مايكرو جلوبلين اللي احنا هدفنا ان صنعنا الفلكسات دي عشان خاطرها الرقم بتاعها كام؟ 11800 قال لك لا بقى هنصنع لك سوبر فلكس 30000. طب انت عايز تشيل ايه؟ انا عايز اشيل حاجات اللي انت لسه ما تعرفهاش. انا عايز اشيل يوريميك توكسينز انت لسه ما اكتشفتهاش. ان احنا كل يوم عن يوم بنكتشف يوريميك توكسينز اكتر واكتر تمام؟ طب ايه تاني؟ هنصنع لك حاجه اسمها ميديوم كات اوف ده يشيل لغايه 45000. هاي كات اوف يشيل لغايه 65000. اللي بالمناسبه قلبه من كام؟ يعني ممكن يعدي من هنا. اتفقنا؟ انما مرشحات البلازما فارس كام بقى؟ من 2 ل 3 مليون. انت عايز تشيل بقى، تشيل لك كل حاجه، اي كل اللي معدي يقع. اتفقنا؟ ما عدا السيلز، ما عدا الريبلا سيلز والوابلا سيلز. طيب يبقى الالبوم زي ما قلنا كده هو 65 يعني 65000 66000 الرقم ده يا دوبك يا دوبك الهاي كات اوف تعديه. فعشان كده الهاي كات اوف دي ممكن نستخدمها في علاج الايه؟ اللايت تشين ديزيز. بس لازم نعوض طبعا بالبوم القصه بقى اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده الايه الافشنسي فيرسس الفلكس. واحنا اتفقنا ان الافشنسي دي قدره المرشح ان هو يشيل السمول سوليوتس اللي احنا بنعبر عنها باليوريا. واتفقنا ان الرقم اللي يعبر عن الافشنسي هو الكي او اي. وعرفنا الكي او اي يعني ايه؟ كليرنس ثيوريتيكال كليرنس. وليه ثيوريتيكال؟ لانه بيتحسب على ماكسيمم بلاد فلو بيتحسب على ماكسيمم دايليزيت ايه؟ دايليزيت فلو. طيب النقطه الثانيه وهي الفلكس. واتفقنا ان انا عشان اقول فلكس بتكلم على حاجتين، بتكلم على قدرتي على ان انا اشيل ميه وقدرتي على ان انا اشيل ايه الميدل سايز مولكيول اللي هي البيتا 2 مايكرو ايه مايكروبيوم. طيب يبقى ده كلام كله ده معروف. سؤال بقى النقطه بقى اللي احنا كنا دايما كل ايه كل ما بتشيل نقف فيها
انتربريت ان انا اعمل انتربريتنج للايه للدياليزر سبيسيفيكيشن شيت اللي بيجي مع المرشح الورقه اللي معايا لمال ربنا دي اللي انا بص لها ايوه اللي انا شايلها معايا دي وابدا بقى ابص فيها كده واعمل زي كده ايه ده كليرنس ده فايبر لينس ده برايمنج فوليوم ده سيرفيس اريا ده مش عارف ايه ايه كل الحاجات دي فتعالى واحده واحده نشوف اول حاجه بتبقى مكتوبه فيها اللي هي الالترا فلتريشن كوفيشنت كي يو اف اتكلمنا عليها كتير بقى وقلنا ان الكي يو اف دي بتتحسب كميه الميه اللي هقدر اشيلها بير يونت اوف تايم بير مليمتر مركلي تي ام بي فالقصه بتلعب ايه على التي ام بي وهنقسمها لاقل من 8 واكتر من 20 اقل من 8 هيبقى مكتوب كده في الكتاب لو فلكس واكتر من 20 هاي فلكس بس اتفقنا ان هي ما ينفعش ما اقدرش اقول عليه فلكس ده قدرتي على شيل الميه فهم لسميها ايه اسميها بيرميابيليتي بيرميابيليتي ده الاسم الصح بتاعه مش الفلكس ان يعني المرشحات اللي بتشيل اكتر من 20 تبقى هاي بيرميبل اللي اقل من 8 تبقى ايه لو بيرميبيليتي طيب مثال بقى عشان نفهم القصه ماشيه ازاي يعني لو الكي يو اف 2 معناها ايه معناها ان انا عشان اشيل 1000 ملي 1000 ملي محتاج تي ام بي قد ايه 500 تمام سهله ايه طب لو كان الكي يو اف بتاعي 8 عشان اشيل 1000 اخلي تي ام بي قد ايه 125 انتوا فهمتوا اللعبه ماشيه ازاي انتوا فهمتوا القصد ان انت عشان تشيل ملي في الساعه خليت تي ام بي 500 عليته قوي فممكن المرشح يضرب منك انت حاطط بريشر عليه جامد فممكن مبرين يفرقع ربش انما هنا انت بتخلي التي ام بي قليل فانت بتحتاج مرشحات بكي يو اف عاليه ولا قليله عاليه لان انا كل ما خدت كي يو اف عاليه كل ما احتجت تي ام بي اقل وصلت كده ولكن يعني ما تعتمدش قوي على الكي يو اف اللي جاي لك في الشيت لان في الاغلب بتبقى الحاجات التجارب بتاعتنا احنا الان فيفو بتبقى غير الان فيترو بيبقى ان فيفو اقل الى حد ما بنسبه 5% في بعض المرشحات 10 20 اب تو 30% طيب الكي او اي ما احنا اتكلم بقى كتير احنا اتكلمنا في القصص دي قبل كده يعني اللي هي الثيوريتيكال كليرنس ولو هي اقل من 500 او اكتر من 800 هم اللي في النص دول بنسميها انترميديت تمام اقل من 500 تبقى لو افشنسي اكتر من 800 تبقى هاي افشنسي المرشحات الجديده دلوقتي توصل الكي او اف بتاع الكي او اي بتاعتها لغايه 1200 و1600 ارقام عاليه جدا تمام طيب بنلاقي ايه كمان بنلاقي مكتوب يوريا كليرنس كرياتينين كليرنس فوسفورس كليرنس فيتامين بي 12 كليرنس بيتا 2 مايكرو جلوبولين كليرنس هنتكلم اتفقنا طب استفيد ايه ده كده شيب بتاع المرشحات الاف اكس بتاعت فيرزينيوس اف اكس 50 اف اكس 60 اف اكس 80 اف اكس 100 فهتلاقي مثلا ان اليوريا كليرنس اللي هي الملوكيولار ويت بتاعها 60 في الاف اكس 50 خد بالك على بلاد فلو 300 253 على في الاف اكس 60 266 على بلاد فلو 400 312 لو انت في الاف اكس 80 279 على لو على بلاد ربع لو بلاد بام 400 334 يبقى كل ما زودت البلاد فلو ريت زادت الكليرنس خلاص اللي انا هلاحظه ايه يعني انا هلاحظه خد بالك دايما برضو الارقام الانفيترو بتبقى اقل من الارقام الانفيف رقم واحد رقم اتنين دايما اليوريا كليرنس والكرياتينين كليرنس مربوطين ببعض دايما هتلاقي الكرياتينين كليرنس تقريبا 80% من اليوريا كليرنس لنفس المرشح تمام على نفس الدب فلو فدايما هتلاقي 224 تقريبا 80% من 250 مش عارف ال 277 80% من 312 هكذا طب هل دي ليها كلينيكال امبورتنس لا ما انت بس مش عارف يعني المرشح اللي بيشيل يوريا كويس هيشيل كرياتينين كويس مش اكتر من كده طيب النقطه بقى المهمه فوسفورس كليرنس فوسفيت كليرنس هل المهم ان انا اعرف ان المرشح بتاعي ان المرشح الاف اكس 100 بيشيل 253 بينما المرشح الاف اكس 50 بيشيل 204 احنا اتفقنا ان الموضوع الفوسفورس بالذات مشكلته مش في المرشح مش المشكله الاساسيه في المرشح هو مشكله الفوسفورس في ايه انه بيتشال في اول ساعه ونص او ربع ساعه ايه اول ساعه ونص في الغسيل اول ساعه ونص في الغسيل بيتشال
بعد كده المشكله في ايه؟ في الفوسفوس اللي جوه الخلايا. ما بيطلعش بسهوله، ما بيطلعش من الخلايا بسهوله، فانت بتبقى عايز وقت تاني عشان يحصل بلازما ريفيل بالفوسفورس ده عشان ترجع تغسله تاني. انا بغسل البلازما، فيعني ما اعتمدش قوي ان اقول لك ده المرشح بتاعي بيشيل كليرا الفوسفورس كليرا بتاعه 700. طب ما 700 ما انت هتشيلهم في نص ساعه برضه، اول ساعه، اول ساعه ونص ما استفدتش. يبقى هو كل ما زودت التايم اوف دايليسيس كل ما كان احسن. عشان كده احسن طريقه لشيل الفوسفورس اللي بيسموها الهوم دايليس، الناس اللي بتغسل كل يوم بالليل. ماشي كده الكلام؟ طيب، ولكن يعني ما اقدرش انكر ان كل ما المرشح كان بيشيل فوسفورس احسن كل ما كانت القصه افضل. طيب بالنسبه بقى للفيتامين بي 12 والايه والبيتا توم مايكرو بلوك، ايه بقى القصه؟ خد بالك ان الفيتامين بي 12 المولكيولر ويت بتاعه 1355، بينما البيتا توم مايكرو جلوبلين 11000. ف ده في فرق كبير، بس دي اكتر اكبر ما يعني مولكيول نقدر نشتغل عليه ان فيترو. طب ما تشتغلش ليه على البيتا توم مايكرو جلوبلين؟ هتجيبها منين؟ انا اجيبها منين؟ فيتامين بي 12 بيتصنع، الفوسفورس موجود، انما انا هجيب ده منين؟ ف يعني هما بيقولوا ان احنا بنمثل البيتا توم مايكرو جلوبلين بالايه؟ بالفيتامين بي 12. بس حضرتك معلش يعني اللو فلكس دايلايزر بيشيل لغايه 5000 دلتا، يعني كده كده الفيتامين بي 12 هيتشال، انما ب 11000 ده مش هيتشال. قال لك ما هو التكنولوجيا عندنا ما في الوقت ده ما كانش كده، انما المفروض المفروض دلوقتي ان المرشحات بتتصنع والبورز بتاعتها بتتصنع بالنانو تكنولوجي، فكل البور سايز بيبقى ايكوال ومتساوي، فانت ما عندكش حجه. يعني انت المفروض تبدا تشتغل على الايه؟ على القصه دي. طيب ايه تاني؟ فهو بيقول لحضرتك ان الميجرمنت اوف بيتا 2 مايكرو جلوبلين كليرنس ار بروبلماتيك اند ايه ار نوت ريبورتد، عشان ما بيعرفوش يقيسوها. لو احنا صنعنا لك مرشحات البورز بتاعتها واسعه قوي هتفقد البومين، لو احنا صنعنا لك مرشحات البورز بتاعتها قليله قوي مش هتفقد الايه بيتا 2 مايكرو جلوبلين. طيب ده بالنسبه للايه للقصه بتاعه الكليرنس. سيرفيس اريا احنا عندنا مرشحات يعني السيرفيس اريا بتاعها بيتراوح ما بين نص متر لغايه 2 متر ونص. السمولر دايلايزر دول بنستخدمهم للبيدياستيك، يعني في كمان اقل من نص، يعني ده بنتكلم الادر. وكل ما المرشح حجمه كبر كل ما عمل كليرنس افضل. برايمنج فوليوم، يعني ايه برايمنج فوليوم؟ التمرير بمرر بيه او اللي انا عايز اعرف المرشح بتاعي هيبقى شايل دم قد ايه؟ الاكسترا كوربوريا سيركريشن فيه قد ايه؟ حضرتك يعني متوسط المرشحات ما بين 60 ل 120 مللي، بس اللاينات او البلاد تيوبنج يعني من 100 ل 150. فانت كده لو انت يعني هتجمعهم الاثنين مع بعض هيبقوا من 160 لغايه 270. فالرقم ده حلو قوي لازم تعرفه، ان الاكسترا كوربوريا سيركريشن في الدياليسيس بيشن من 160 مللي ل 270 مللي. 270 مللي في المرشحات الكبيره رقم ضخم، رقم ضخم. اتفقنا؟ فهل الرقم ده كافي انه يعمل هايبوتنشن؟ اه طبعا كافي. طيب هنعقم بقى، ما انت لازم يجي لك مرشح متعقم. ايه طرق التعقيم اللي احنا بنشتغل بيها؟ ممكن نعقم الكترون بي خلاص بالاشعاع، او بالجاما راديشن اشعاع جاما خلاص، او بالستيم، او بالايثيلين اوكسيد. ايه المشكله؟ ايه احسن حاجه؟ الستيم ده اللي هو الاوتوكلاف ده هو ده احسن حاجه دلوقتي. طبعا مشكله الايثيلين اوكسيد ان بيفضل جزء من الماده الكيميائيه دي جوه المرشح، فممكن تعمل انافلاكتيك ريأكشن، والانفايرمنتال هازارد بقى والكلام من ده، والجاما راديشن نفس الكلام. فهو احسن حاجه دلوقتي يا اما الالكترون بيم يا اما الايه الستيم. طيب نخش بقى الموضوع ده فيري فيري امبورتنت، هنا بقى يبدا الشغل خلاص. دايليسيس ووتر اند دايليزيت. اهميه الدايليسيس ووتر بقى والدايليزيت حقيقه في حاجتين. اول حاجه ان هم بيعتبروا الدايليزيت او الدايليسيس ووتر هو ذا لارجست سيرنج ان ميديسن، تمام؟ لان المريض بتاعنا يعني بيتعرض من 120 ل 200 لتر من الميه بتاعت الغسيل في السيشن الواحده الاربع ساعات. ايه اللي بيخليها 120 وايه اللي يخليها 200؟ ايوه دايليزيت فلوريت. سبحان الله، مش في فلوريت؟ لا مش ثابت طبعا، مش ثابت خالص، مفيش حاجه ثابته.
اللي المريض ممكن اغيره عادي نجيب حد تاني. قصدي ان هم 500 على المكان. لا ده ما هو ده بقى انا قلت لك بقى ده هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. مفيش الكلام ده. انا بقدر اتحكم في كل حاجه. من جوه المكنه برضه. من جوه المكنه. اسمه دايليزيت فلو. من جوه المكنه ايوه انت ممكن تقدر تغيري طبعا. تمام؟ على حسب حاجات كتير بقى هنتكلم عليها، على حسب المريض بتاعك هياخد هيخسر على بمب قد ايه؟ المرشح بتاعه قد ايه؟ انت عايزه تدي له كفاءه جلسه قد ايه؟ عايزه تعلي كفاءه بتعلي الدايليز وهكذا. طيب النقطه الثانيه اللي بتخليني اهتم بموضوع الدايليسيس فلويد ان ده مسؤوليتك انت. اي لخبطه او اي بوظان في اوضه الميه حضرتك هتتحاسب عليه. يعني لو في مريض حصل له حاجه في نبطشيه واكتشفوا ان المشكله في اوضه الميه انت اللي هتتحبس. خدين بالكوا ما حصل وحصل الكلام ده ايه؟ الطبيب المناوب ومسؤول وحده المانجمنت وحده الميه. المهم بس هو المفروض يعني التيبيكال سبيكنج هو يبقى موجود 24 ساعه فهي دي مهمه جدا. طب واحنا ليه بنهتم بالموضوع ده؟ زي ما قلنا احنا المريض بيتعرض ب 120 ل 200 فوجود اي باثوجنز او اي كيميكال حاجه موجوده جوه الميه ممكن بمنتهى السهوله توصل للمريض. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. طب احنا بنجيب يعني الدايليزيت نفسه بيتكون من ايه؟ اتفقنا انها بنجيبه من البيور ووتر اللي طالع من اوضه الميه والكونسنتريت اللي بيجي من الجراكن بتاعتنا والاثنين بيتجمعوا مع بعض عشان يعملوا الدايليزيت او الدايليسيس فلو. طيب المشكله ان اوضه الميه اللي جايه اللي بيسموها المونسيبيال ووتر او ميه البلديه او الميه بتاعت البلد نفسها بتاعت الحكومه حاطين فيها مواد عشان يعملوا بيها افكت معين او حصل لها كونتامينيشن بطريقه ما ممكن ما تاثرش عليا لو انا شربتها بس ممكن تموت المريض بتاعي بتاع الدايليسيس لو هو اتعرض ليها. زي ايه كده؟ زي هما بيحطوا فيها الومنيوم شبه فين الشبه؟ الشبه دي بيحطوها على الميه عشان يشيلوا من الميه الشوائب بيسموها دي فلوكليتنج ايجنت. اتفقنا؟ المريض بتاعي لو اتعرض لالومنيوم كتير بيحصل له بون ديزيز بيحصل له انكفالوباسي الالومنيوم انكفالوباسي وممكن يحصل له سيفير انيميا. كلورايد او الكلورين والكلورامين ان جنرال بيحطوها عشان يمنعوا البكتيريا هو بكتيريا ستاتيك او بكتيريا سايدل. اهي المريض بتاعي لو اتعرض للكلورين بيحصل له سيفير هيموتيك انيميا وده اللي حصل في الشرقيه. ما اعرفش انتوا حضرتوا وسمعتوا القصص دي. فيها كلورايد عادي. فيها انما ميه الغسيل ممنوع خالص. فلورايد ساعات بيحطوا فلورايد في ميه الميه بتاعت الشوربه عشان يقللوا بيقللوا تسوس الاسنان. انما احنا الفلورايد لو دخل بيبوظ جهاز في اوضه الميه اسمه الدي ايونايزر خلاص ويبوظ الار او وبيعمل بروريتس هارش ولوزيا ويوصل حاجات ساعات كمان في بعض المرضى لايه؟ لفي اف فنتريكلر فايبريليشن. كبر وزنك بيحطوها ومش بيحطوها دي بتبقى تلوث من الانابيب خطوط الميه الانابيب القديمه النحاس والكلام ده فممكن تعمل هيموليتيك انيميا. بكتيريا والنوتوكس طبعا هي ما بتبقاش يعني ادت هي بتبقى موجوده كونتامينيشن. لو هي موجوده قال لك ان سمول مولكيولر الاندوتوكسين بيقدر يكروس الممبرين الاندوتوكسين البكتيريا ما بتعرفش تعدي مفيش بكتيريا ولا فيروس ابدا يقدر يعدي من ميه الغسيل للمريض. دي نقطه مهمه جدا. يعني انا لو غسلت بعد الشر يعني احنا ثيوريتيكال سبيكنج يعني لو انا غسلت المريض بميه حاطط فيها اتش اي في يجي له اتش اي في؟ مش عادي مش عادي. المولكيولر ويت بتاعه اكبر من فتحات اي مرش انما الاندوتوكسين ممكن يعدي. اتفقنا؟ فبيعمل طبعا ايه؟ تلاقي المريض يجي له رياكشن وبتاع. طب انا يعني معلش في مليون الف سبب يخلوا المريض بتاعي يجي له رياكشن على الجلسه. من اول الاكسس بتاعه لو مركب قسطره ممكن تعمل رياكشن. المرشح يعمل رياكشن. الميه تعمل طب انا اعرف منين؟ افرق ازاي؟ ما الله يفتح عليك. كوبايه نقطه. مشكله اوضه الميه هتبقى على اغلب الشيفت. اتفقنا؟ طيب توكسينز اوف لونج بلو جرين الجي طحالب. يعني طحالب حضرتك كده امشي كده احنا في بلد فلاحين يعني مهما كان امشي كده عند الترعه دي عارف الترعه اللي هنا دي هتلاقيه كده في شهر في شهور الصيف في شهر بيسموه شهر السده
بتلاقي ان الايه ان الـ ان الـ ان الترعات والمصارف والصرف والري بتاع الاراضي الزراعيه راكد، فتبدا تلاقي طبقه من الطحالب الملونه كده ظهرت فوقيه اسمها بلو جرين الجي ماشي. فدي طبعا ممكن يسمحوا بيها سيزونال كونتامينيشن، تيجي في اوقات معينه ليها نسبه معينه طبعا في ميه الشرب، بس طبعا ممنوع في ميه الشرب، بس يعني في العينه احنا بتموت هو الصفه ده موجودين في ميه الشرب حضرتك يا اما احنا حاطينهم عن قصد ده لو هم وصلوا للغسيل، فعشان كده الحاجات دي كلها لازم نتخلص منها تمام. عشان كده الجماعه الامريكان منزلين عندهم منظمه يعني اسمها Association for Advancement of Medical Instruments اللي هي الاي ام ار دي، منزله لهم كده بروشور بالايه بالحاجات اللي موجوده، ياخد قد ايه ويعمل قد ايه وكميه الكلورايد تبقى قد ايه وكميه الانتوكسين قد ايه وهكذا، وغير مسموح تماما. طب احنا في مصر عندنا قرار من وزير الصحه سنه 96 محدد فيه المواصفات القياسيه لايه لميه الغسيل، والقرار ده اللي بيجي لنا عليه تفتيش كل شهر، كل شهر بيجي تفتيش من المديريه، بيبعت لك مراقب 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 صحي. طيب فده طبعا يعني المنظمه دي منزله الايه الكيميكالز والتوكسينز اللي موجوده مسموح بيها في الجنرال بوبوليشن في الميه، والحاجات المسموح بيها للايه للهيموداليسيس بيشن. فمثلا هم بيقولوا ان الريكومندد مثلا ان الماكسيمم ليفل للفاينل دياليسيس سوليوشن 100 خلاص كولوني فورمينج يونت برميلي من البكتيريا ماشي، بينما الاندوتوكسين 0.5 انترناشونال او اندوتوكسين يونت برميلي. فدي الارقام ديت دي نسبه البكتيريا المسموح بيها ونسبه الاندوتوكسين اللي مسموح بيه في ميه الغسيل، ده الامريكان. احنا بقى بنقول ايه؟ ده مقارنه ما بين الاي ام اي والايجيبشن مينستري اوف هيلث. تقريبا هتلاقي نفس الارقام، يمكن بس في الكالسيوم من الكالسيوم للصوديوم عشان هم بيقيسوا بالملي مول واحنا بنقيس بالملي جرام، فهتلاقي ارقام مختلفه شويه، انما تقريبا محددين لك ارقام كل حاجه، الومنيوم وكلورايد وكبر وفلورايد وليد ونايتريت وسلفيت وزنك وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم ارزينك زرنيخ وكاديوم وكروميوم وميركوري وسيلينيوم، كل حاجه كل حاجه ليها نسبه، اتفقنا من المعادن دي. فده قرار الوحده الايه قرار وزاره الصحه المالي، الموضوع بالنسبه لك مش مركزه فيه، مشيلك تتجابي في يوم من الايام ومضوكي. طيب قال لك لا لا انت الميه دي كده اسمها ايه بيور ووتر، انت عايز تغسل الماده بتوعك بميه بيور ووتر، انا بقى هغسل لهم بالترا بيور ووتر. ازاي يعني؟ قال لك والله لو هي بيور ووتر بيور ووتر يبقى البكتيريا فيها اقل من 100 والاندوتوكسين فيها اقل من نص، ماشي كده الكلام؟ طب ما حلو اهي. قال لك والله اكتشفوا ان الميه دي على اللونج ران ليها رول في الكرونيك انفلاماتوري ريسبونس اسوشيتد لونج تيرم ايه داليسيس. عشان كده دايما تسمعوا الاستشاريين بتوعنا يقول لك خد بالك الداليسيس از انفلاماتوري بروسس، طب انت بتغسل له ده كرونيك عنده كرونيك انفلاميشن مرضى داليسيس دول. طب عشان كده احنا اخترعنا بقى الالترا بيور ووتر. الترا بيور ووتر بص بقى الفرق، هنا 100 هنا اقل من 1، هنا نص هنا اقل من 0.3، دي اسمها الترا بيور ووتر. لما عملنا بقى تجارب على المرضى بقى ستاديز كبيره جدا في مالتي سنترز في انترناشونال ما بين كذا دوله وبعض حاجه اسمها الهيمو ستادي، اكتشفوا ان الالترا بيور ووتر دي بتعمل ايه؟ بتقلل السي ار بي، بتقلل الانترلوكين، بتزود الريسبونس للاريثروبوتين، بتدي احسن نيوتريشنس ريسبونس افضل، الالبومين بيزيد والدراي ويت بيزيد، المصل بتزيد، البان ريجنريشن بيزيد، اليوريا ريجنريشن احنا اتكلمنا عليها في اول محاضره خالص، الميد ارم مسل سيركمفرنس بيزيد، فمعنى كده المريض بيتغذى، المصل عنده بتزيد مش بيسخن ميه يعني تمام، بيقل البلازما ليفل اوف فيتامين بي سوري البيتا 2 مايكرو جلوبلين، بيفقد الرينال ريزيدو رينال فانكشن ببطء، دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، لو انت المريض بتاعك اللي داخل على الغسيل عنده ريزيدو رينال فانكشن دي اهم حاجه، ده اهم حاجه تديني بريدكتور للمورتاليتي. ركز في النقطه دي النهارده، اهم بريدكتور للمورتاليتي في مرضى الدياليسيس هي ريزيدو رينال فانكشن، عنده ريزيدو رينال فانكشن ولا لا، ماشي كده الكلام؟ بنعبر عنها ايه؟
يعني بيجيب يورين ولا لا؟ ما في صح؟ ايوه في ناس كتير حلو. انا عايز احافظ على الحبه اللي بيجيبها دي، لها قصه بقى احنا هنتكلم عليها. بس من ضمن النقط المهمه جدا ان انا بغسل له بالترا بيور ووتر، ماشي كده الكلام. ولور كارديو فاسكولار موربيد. طب هو معلش يعني ازاي؟ ايه علاقه؟ احنا عمالين نتفق ان الميه مش هتخش، ما لو فيها جراثيم مش هتخش صح؟ بس يعني لا، الموضوع مش كده. في نسبه من مكونات الميه هيحصل لها باك فلتريشن، باك فلتريشن وباك ديفيوجن، تخش بالعكس. فاقول لحضرتك والله احنا اليوز بتاع الالترا بيور ووتر هايلي ديزايربل، نتمنى ان كل اماكن او مستشفيات الغسيل او حاجات الغسيل على مستوى العالم تستخدم الالترا بيور، ولكنه مانداتوري. مانداتوري لو انت هتغسل هيمو داي فلتريشن، حاجه بيسموها اونلاين هيمو داي فلتريشن. احنا اتكلمنا عن الهيمو فلتريشن صح؟ فاكرينه؟ وانا ده بستخدم كونفكتيف باور كبيره جدا، فالمريض بيفقد ميه كتير جدا، فلازم اعوضه. طب انت هتعوضه بايه؟ قال لك والله احنا ممكن ناخد من الدايليزيت، ناخد من الدايليزيت نصنع منه ريكونستيتيوشنال فلويد. خدت بالك من اللي انا بقوله؟ المكنه تسحب من الدايليزيت وتصنع منه محلول نحقنه للمريض. لا اصبر، انت كده مش بتستخدم الدايليزيت عشان تعديه من جنب المرش، ده انت بتاخد الدايليزيت تحقنه في جسم المريض. ده مش لازم يكون بيور، ده ولا الترا، ده لازم يكون استرلايزد، خد بالك. فطبعا لو انا هعمل دي بيسموها اونلاين اتش دي اف. اونلاين اتش دي اف يعني ايه؟ يعني انا بجيب من لاينات الغسيل نفسها واصنع الكونستيتيوشنال فلو. فهي بالعقل يعني لو في اوفلاين اتش دي اف يبقى انا بجيب بقى اكياس محاليل كبيره وبعض احيانها للمريض. خدين بالكم؟ بس يعني هو جرى الاسم ايه؟ اونلاين اتش دي اف. يبقى يعني ايه اتش دي اف؟ احنا عرفناه. واونلاين يعني ايه؟ يعني انا بصنع الكونستيتيوشنال فلو من ميه الغسيل نفسها. لا بيحصل يا فندم. اما بيبقى في بقى مرشحات او فلاتر معينه بزودها في اوضه الميه، ومرشحات وفلاتر معينه بحطها في المكنه نفسها. اتفقنا كده؟ طب بمناسبه الكلام، اوضه الميه بقى، اوضه الميه دوشه ومواتير وتك تك 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 تك. هو النهارده هيبقى النظري بتاع اوضه الميه، والثلاثه ان شاء الله هيبقى العمل بتاعها. يبقى كده حلو، الثلاث بقى نخش اوضه الميه. اعلمكم بقى الايه، نشوف الفلاتر والتنكات والمش عارف ايه والمرشحات الكتير قوي دي. قولي. بصي، هو اوضه الميه ان جنرال بتتقسم لثلاث ايه؟ لثلاث اجزاء، ولازم تيجوا المره الجايه مذاكرين الموضوع ده، مش هينفع ان احنا نشرحه هنا ونشرحه هناك تاني. متقسمين لحاجه اسمها بري تريتمنت، انا بجهز الميه. كل ده بري تريتمنت، بجهز الميه. بتجهزها ليه؟ عشان ده الار او، الريفرس اوزموز. يعني انا بجهز الميه للافندي ده ودخلتها للافندي ده عشان يعمل لي بيوريفيكيشن، ده اهم خطوه في الميه. ماشي كده الكلام؟ طب بعد كده ديستريبيوشن بقى، بوزعها بقى كده في كلوزد لوب على المكن، كله واصله من دول قدام المكن. ماشي؟ طيب يبقى هي اوضه الميه ثلاث مراحل، بري تريتمنت وتريتمنت وديستريبيوشن وستورج. فتعالى كده نشوف الايه؟ البري تريتمنت. بمنتهى البساطه والسهوله، الميه جايه من ايه؟ من بره. احنا في مصر درجه حراره الميه اللي جايه من الحنفيه كام؟ اقل من 25 درجه. في كندا مثلا بتيجي 1 2 3، فينفع؟ لازم ادفيه. في السعوديه مثلا 50 و60 وكلام من ده. ف احنا هنا في مصر ما عندناش الهيتنج والكولينج سيستم. في بلاد تانية بيبقى عندهم هيتنج وكولينج وميكشر، يجمع بقى الميه دي ويظبطها بدرجه حراره معينه وترموستات، وقصه كبيره قوي. احنا ما عندناش الحاجات دي، الحمد لله ربنا خلقنا بميتنا جاهزه. الحمد لله، ولو كانتش كده كناش هنعرف نعمل ايه. بتيجي الميه بنحط لها مواتير، بنسمي المواتير دي مواتير ابتدائي. دي المواتير اللي بتاخد من الميه عشان تغذي
الوحدة. ماشي كده الكلام؟ في بعض الوحدات بيبقوا حاطين هنا خزان، بيسموه الخزان الابتدائي او الخزان الغير معالج. هدفه ايه؟ اجمع ميه بس عشان الميه ما بتقطع، احنا بلد احنا غلابه قوي وبتاع وكلام من ده، فممكن الميه تقطع بمنتهى السهوله، فلازم يبقى عندك ستورج ولا هتوقف. ماشي. طب هو السؤال ايديالي هل يكون موجود فيه، المفروض يكون موجود فيه الستورج او برايمري تانك ده ليه؟ بالظبط، انت حاطط ميه راكده، اي ميه راكده خلاص. ماشي كده الكلام. طب الحمد لله واتيفر بقى، هنخش على ثلاث مرشحات اساسيين، ثلاث فلاتر اساسيين: المالتي ميديا فلتر، كاربون فلتر، سوفتنر. بالعربي بقى عشان ده اللي هتعامل معاه، ان المهندس اوضه الميه او مسؤول وحده الميه لما يجي لي او المراقب الصحي مش هقول المالتي ميديا، مرشح الرملي. ماشي. المرشح الكربوني السوفتنير. ما هي مكتوب كده السوفتنير، مش عارف منير ايه بالظبط، هرم سوفتنا. ماشي. ما بين ال كل فلتر والتاني بيبقى في مرشحات مايكرونيه، مايكرونايزد. دي المرشحات زي اللي موجوده عندنا في البيت، يعني لو عندك فلتر ميه في البيت تبقى دي المرشحات اللي فيها. حطينا هنا بقى ما بين كل فلتر والتاني، وهنعرف اهميتها ايه في الاخر خلاص، بس حاطين فيها ديفرنت ايه كات اوف، يعني مثلا قلنا 25 10 5 وهكذا، ساعات بنوصل في اخر واحد، مش شرط نحط، ممكن نحط 20 15 5 يعني مش شرط، بنحط واحد او اثنين، الافضل اثنين عشان لو واحد اتسد يبقى الثاني شغال، وده لما بيتسد خلاص بنفتحه ونغير البوز بتاعه اللي جوه او الكور بتاعه اللي جوه من كارفور بيتجاب او خلاص وتركبه، خلصنا 10 جنيه بيتسد الكونتينر. ما زي فلتر الميه بالظبط اللي في البيت. بالظبط. طيب السوفتنر بيبقى مربوط بحاجه اسمها البرايم تانك، ده هنتكلم عليه لوحده لما ناخد السوفتنر. وبعد كده الالترا فايلوت لاند مش موجوده هنا، دي موجوده بعد الارو، فدي غلطه بس في الرسم، اتفقنا؟ فهنبدا الكلام، مش هنتكلم طبعا على الماتور، يعني انت بتبقى عارف ان الماتور فيه مشكله، لو الماتور ده باظ خلاص كل ده هيقف. ماشي. فانت مهم جدا وجود الماتور ده. فاحنا مثلا احنا عندنا في الوحده عندنا وحدتين، عندنا وحدتين ميه، عندنا تحت تحت واحده فوق، تمام؟ اللي تحت دي عشان بتغذي قاعات كتير فاحنا حاطين فيها الماتورين. لا احنا في الوحده اللي فيها 6 مواتير مش 6 كمان، فيها 8، فمش شرط يبقى قبل الاثنين اللي على الشمال وفي تمام، فحاطين فيها ماتورين ابتدائي، وحط هي الايديالي يبقى في اي وحده في ماتورين عشان يريحوا بعض، لان الوحده ما بتقفش وانت شغال 24 ساعه طوارئ، فماتور يريح الثاني اوتوماتيك، قصه اوتوماتيك، تمام؟ طيب تعالى نخش على اول فلتر اللي هو المالتي ميديا فلتر. المالتي ميديا فلتر او اللي هو ليه اسم ثاني بالانجليزي سيرمنت فلتر، او ساعات بيسموه الدبث بيت فلتر، او بالعربي المرشح الرملي، تمام؟ ده بيبقى منظره بالظبط كده، ده شكله الحقيقي، ودي الوصلات بتبقى وراها حقيقيه. ماشي كده الكلام. ركز معايا في النقطه دي، مركزه اهو اكيد يعني. طيب ده اسمه مالتي ميديا فلتر. مالتي ميديا فلتر ده فلتر جواه رمله او جواه جرافلز، وهناخد التركيب بتاعه دلوقتي، بس هدفه ايه؟ هدفه يشيل البارتيكولات ماتر، الشوائب، زي الايه بلانت ديبريز، الصخور، الراست، السليب او السيلت، الكلي، الحاجات دي كلها، تمام؟ اي حاجات شايفها عقاره في الميه يشيلها. يبقى السؤال بقى، هو بيقول لحضرتك هو بيبدا يشيل داون تو 10 مايكرو، يشيل داون تو 10 مايكرو. يبقى انا لو عايز اعرف المرشح ده او الفلتر ده شغال ولا لا، اعرف ازاي؟ لا انا هنا انا في عندي سامبلنج بورت هنا قبليه وبعديه، لو انا بصيت على الميه اللي طالعه منه فعينه، لا لو هو بيشيل لغايه 10 مايكرو، يبقى انا بمنتهى السهوله بص في سامبلنج بورت قبليه وسامبلنج بورت بعديه، لا هتبقى هنا في حنفيه قبليه وبعديه، فانت تفتح الحنفيه اللي بعديه وتبص عليها في الكوبايه كده. ماشي. لو لقيت فيها لو لقيت فيها شوائب عقاره يبقى المرشح ده مش شغال خالص، مش قايم بوظيفته، اتفقنا كده؟ طيب هو المرشح بقى
بتشوف؟ لا يعني خد بالك هي الشعرايه قد ايه؟ سمك الشعره 100 مايكرو. طيب يعني بس تقدري هتشوفي. لا يعني لو نظرك كويس هتشوفي حاجه عقاره، مش شايفه ايه اللي معكر بس شايفه فيه عقاره. تربت عارفه زي التربت يورين كده. طيب سهله. طيب المرشح ده لو فتحناه بقى من جوه هنلاقي فيه ايه؟ طبقه جرافلز حصو، طبقه جرانيت، طبقه ساند، وطبقه انتراسايت ده اللي هو بيسموه الايه؟ رخام. ماشي كده الكلام؟ طيب بيشتغل ازاي؟ بص حضرتك الميه بتنزل من هنا كده تخش جوه المرشح تمام؟ في الانبوبه الطويله دي تبدا الميه تعلى 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 وهي عماله بتعلى بتعدي على الزلط، بتعدي على الجرانيت، على ايه؟ على الساند، على حاجات عماله بتصغر في الحجم، فاي ايه؟ عامله زي المصفى. وعلى فكره في شركات الميه، شركات الميه يقول لك عندنا مثلا مش عارف ايه وحده رفع ميه في البلد بتاعتنا بترفع اللي هي بتجيب لنا ميه دي شرب، بتستخدم نفس القصه دي ماشي، بتعديها على زلط وبتاع وحاجات بتقل في الحجم عشان تشيل منها الشوائب. طيب وفي الاخر ايه؟ تشد الكلام ده عشان يطلع فوق. طيب ماشي كلام جميل قوي. السؤال بقى بعد فتره، بعد فتره وانت عمال تشيل شوائب تشيل شوائب تشيل شوائب تشيل شوائب تشيل شوائب، الدنيا من جوه ايه؟ مال تتساد. ازاي امونيتور المرشح ده؟ بص على دول بريشر قلب وبريشر باب تمام. خد بالك ان انت لو ما تيجي تقراها من كذا سورس هتلاقي الموضوع مختلف. يعني في ناس تقول لك ايه اصل احنا بنقيس بالمليمتر مركري، في ناس يقول لك لا احنا بنقيسها بالبار، في ناس يقول لك لا بنقيسها بواحده اسمها تي اس اي، فقصه مختلفه. لكن يعني احنا لو لقينا الاختلاف بالنسبه لنا احنا اكتر من رقم او رقمين يبقى فيه مسانده في المرشح ده، ان الرقم بعد قليل قوي عن الرقم قبل ماشي، يبقى الدنيا جوه مسدوده. يبقى الرقم بعد بعديه اكتر ولا اقل؟ المفروض يبقوا زي بعض لو لقيته بقى. لا المفروض المفروض اللي بعديه اقل، لازم يبقى اقل، بس يبقى الفرق مش كبير ماشي. انما لو اقل فرق نمره او اتنين، نمره فيما فوق يبقى كده ايه؟ يبقى كده في سند في المرشح. طيب السؤال الثاني ايه دول؟ دي محابس. المحبس ده لو قفلته خلاص ما مش هتخش. لو قفلت المحبس ده خد بالك ده كده مقفول، اللي بيبقى عمودي بيبقى مقفول، لازم يبقى مقفول، ما يعدي من غير ما ده بيسموه الباي باس. اي مرشح وراه باي باس، لان لو في مشكله في المرشح ده لا ما هو مش كل حاجه تفوتيها. في حاجات اسمح ان هي المالتي ميديا فلتر ده اصلا مش اوبليجاتوري. يعني في اوروبا والبلاد المتقدمه ما عندهمش دبرس في المايه فما بيحطوش مالتي ميديا فلتر ماشي، احنا بنحطه فده مش اوبليجاتوري، لان المرشحات اللي جايه بعديه تقدر تقوم بشغل، تقدر تقوم بوظيفته، بس انت بتحط عشان تقلل الايه؟ الضخ او الشغل على المرشح بقى. فانت لو في اي مشكله او اي كارثه مضطر ان انت توقف تمام، عرفنا كده الحاجات دي. طب افرض اتسد اهو، فانا هزرغط جنبيه ولا اعمل ايه؟ ولا اروح اغيره؟ هو اتسد ليه؟ وانت بالدبرس بتتجمع عشان انت ماشيها بنفس الايه؟ الاتجاه. يعني بمعنى انا عندي مصفى تمام، والمصفى دي بصفي منها حاجه معينه، وعمال المصفى تصفي 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 لغايه ما بقتش راضي تصفي خلاص، لان الايه؟ الدبرس اتجمعت. اعمل ايه في المصفى دي؟ ارجع كده اهو، ارجع كده اهو، هنعمل فيه نفس الحركه، نعمل حاجه اسمها باك ووش، اعدي فيه ميه عكس الاتجاه. شوف شغل عادي. بص يا فندم دي الطبقات بتاعتك اهو، انا بقى هعدي ميه دي بقى هدف الايه؟ هدف الكنترول يونت اللي فوق دي، اغلى حاجه في المرشح ماشي كده، ان هي بتظبط نفسها على ساعه معينه بيبقى فيها تايمر، اول ما التايمر ده يجي في وقته بيبقى طبعا مظبوطه في الوقت اللي ما فيهوش شغل في الوقت، التايمر ده يقوم عاكس جوه الانابيب، بدل ما الميه تنزل هنا يقوم ادخلها من ده، فالميه تقوم داخله بالاتجاه العكسي من الصغير للكبير، فتقوم منزله لك كل دبرز لتحت، وتقوم الانبوبه الطويله دي شاده الدبرز دي ومنزلاها في الدرين. فلازم اي مرشح تلاقي ليه انبوبه صرف ورا على الايه؟ على المصفى. حد فاهم حاجه؟ بس ده معناه ان انا ما بغيرش المرشح ده؟ لا الشحنات اللي جوه بتتغير ليها فتره، ليها عمر افتراضي سنتين ثلاثه اكوردنج لليوز بتاعك والحجم المرشح ايه؟ ازاي اشيل الحاجات الصغيره؟
لا انت مش بتسيل حاجات صغيره قبل الكبيره. هو الميه اتجاه الطبيعي من تحت لفوق من بتعدي من الاخرام الاصلي انزلت ما بينهم بعض اخرام كبيره، انما الرمل ما بينهم وبعض اخرام صغيره. فهي الميه الطبيعي عشان تتنظف تعدي من الحاجات الكبيره للحاجات الصغيره، فالدبرس بتقف حلو. انا لما عندي ميه بالاتجاه العكس هياخد الدبرس ينزلها تحت. وصلت؟ طيب خش على المرشح اللي بعده، كربون فلتر. كربون فلتر عايز يشيل ايه؟ هدفك تشيل الكلورين والكلورامين. ايه الفرق ما بين الكلورين والكلورامين؟ مش كله كلور يا بيت، هو كله كلور تمام؟ لا مهم قوي، مهم مهم مهم، اهم مرشح ده، مش اهم مرشح بس مهم جدا جدا جدا. ده من اهميته ايديالي يكون عندك منه اتنين يخدموا على بعض. ماشي كده الكلام؟ لان الكلور اذا فيري توكسيك، فيري توكسيك. طب حلوة من جوه في ايه؟ زلط برضو، شوية زلط تحت، وبعد كده شاركل فحم. ماشي سهلة خالص. بص حضرتك الكلورين، لما انت عايز تشيل الكلورين ليه غير ان هو بيعمل هيموليسيز يعني، بس معلش يعني ما انت لسه في بعديك خطوات تانية. ليه حطيت كربون؟ قالك والله لان انا ما ببقاش عايز خالص كلور يوصل للار او، لان الكلور لو وصل للار او هيبوظه للايه؟ للمكنه الار او نفسها. لو الكلور وصل هناك هيبوظ الار او، فعشان كده حطيت لك كربون ايه فلتر. وساعات بيقول لك حطوا اثنين، بيحط واحد اسمه وركر وواحد اسمه بوليشر، عامل وملمع يشتغل ايه؟ يخدموا على بعض. ماشي؟ طيب اهم حاجه في القصه دي ايه؟ اللي بتخليني احدد اذا كنت احط عندي واحد او الاثنين، الكونتاكت تايم. ان لازم الكونتاكت تايم ما بين الميه اللي داخله والفحم ده تبقى 10 دقائق. وليها طبعا حسبه ومعادلات بتوع الايه، بتوع المهندسين بتوع الماء بيبقوا عارفينها. فلو انت مش عارف تعمل كده، هات ايه؟ مرشحين كربوني، واحد يعني قعد فيه 5 دقائق وواحد قعد فيه 5 دقائق. بس هو مرشح واحد كافي. انت بتحتاج التاني لو ده حصل فيه مشكله. طب انا اعرف ازاي ان ده حصل فيه مشكله؟ ماشي، ما قلتش ان هو اتسد، انا قلت ان هو الشحنه اللي جوه باظت خلاص، محتاج نغير الشحنه. خد عينه برضه من قبل هيقيس فيها ايه؟ كلور. طب ده بيتقاس؟ اه بيتقاس، وعندنا في الوحده بيتقاس، عندنا في الوحده اه بتيجي مدام، بتيجي المهندسه المسؤوله بتقيس الكلام ده كل يوم. الجهاز ده ايوه شفت ازاي؟ ده انت قروبه وعارف كل حاجه. فانت عندك ايه؟ بيقيس واحده البي اتش وبيقيس واحده الايه؟ الكلورايد. الكلورايد بيقيس الكلورايد والباريوم، بيحط نقطه من البتاع الاصفر ده على الميه، عينه الميه اللي بتبقى طالعه، وعلى حسب اللون بيقول لك كميه الكلورايد اللي في الايه؟ اللي في العينه قد ايه. مهم ده؟ مهم جدا. اللي في ناس اتسجلت بسببه، في ده. وخد بالك الطبيب يقع عليه المسؤوليه الفنيه والجنائيه. ده مش في مصر، ده في العالم كله. ده في بيبرز نازله. ايه اللي المفروض الطبيب يعرفه في واحد يتكلم؟ اهمها دي. اصل دي مش هتموت واحد. ده هتموت الشيفت كله. اتفقنا كده؟ فعرفنا احنا بنقيسه ازاي. ونفس الكلام بقى الحاجات العاديه، الباك ووش والبتاع والبريشر قبل وبعد والكلام ده كله في الايه؟ في السهوله يعني. نخش بقى على الايه؟ على السوفتنر. سوفتنر وبراين تانك او السوفتنير وتانك الملح. ايه بقى قصه السوفتنر دي؟ هدفه ايه السوفتنر؟ سوفتنر يعني يعمل ايه؟ سوفتنينج يعني يحول الميه من هارد لسوفت. نعم هي الميه هارد؟ نعم الكونتنت اللي فيها. اه ايه الحاجات الهارد اللي في الميه؟ كالسيوم ومغنيسيوم. بيسموها بالعربي كده العصوره. يقول لك العينه بتاعتك سقط عصوره. سقط عصوره يعني الكالسيوم والمغنيسيوم فيهم عليه. نقطه مهمه جدا. ده الكلام انت تسمعوه. محدش يقول لك والله الهارد ووتر عندك مش عارف، لا يقول لك العين عندك سقط عصوره. اتفقنا كده؟ طيب من جوه حاطين ايه؟ ريزن. ايه بقى الفكره دي؟ ازاي انت هتشيل ال، قال لك الريزن ده بيرتبط بالحاجات البوزيتيف. فانت الميه معديه عندك هارد ووتر فيها كالسيوم ومغنيسيوم، بتعدي على الريزن. الريزن ياخد الكالسيوم والمغنيسيوم ويديها صوديوم.
ياخد كالسيوم ومغنيسيوم ويديها صوديوم. طب ما هو معلش بعد ساعتين ثلاثه كل الريزن ده بقى مليان كالسيوم ومغنيسيوم ومفيش ايه في الصوديوم، فاحنا هنعمل له باك ووش ونقوم بقى ايه مديله صوديوم من هنا، صوديوم كلورايد حاطين فيه براين تانك حاطين فيه ملح كده كور 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 بيلي خلاص. وده ان شاء الله المره الجايه اوريكم كل الكلام ده ايه في العمل. نفس الكلام ياخد الايه بتعمل باك ووش تشيل وتحط مكانه صوديوم تشبعه ويقول لك ده اللي ايه ده حصل تشبع. واعرف ازاي الكلام ده بالكالسيوم والمغنيسيوم ماشي. طيب حلو، هو ايه هدف السفنر ان انا هو سؤال بس الار او ما ينفعش يشيل الكالسيوم والمغنيسيوم؟ يشيلهم بس هيبوظوا الممبرين، كالسيوم والمغنيسيوم عشان هارد هيبوظوا الممبرين. اتفقنا كده؟ طب احنا عمال تعمل كل عمال تحافظ 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 عشان توصل في الاخر لايه؟ للار او. حافظت على الار او طب ما هو كده ملوش لازمه. لا زعلوا هنعرف دلوقتي ايه مهم. انت بتخففي الحمل من عليه. احنا عشان نفهم الريفرس اوزموزس محتاجين نفهم اصلا يعني ايه اوزموز. فتخيلوا معايا كده ان دي تيوب واحنا حاطينها هنا في النص ايه ممبرين فلتر. اتفقنا؟ وقلنا ان الميه دي مثلا فيها سوليوتس كتير والميه دي لا، فدي فريش ووتر ودي سولت ووتر كونسنتريتد سوليوشن فيها ملح. طبيعي يحصل ايه؟ الاوزموزس الميه هتعدي من هنا ولا هنا؟ ده الاوزموز. ريفرس اوزموزس رحت انا جايب ده من فوق رحت دايس بريشر راح معدي لك الميه النظيفه هنا وحابس لك هنا الايه؟ والله العظيم ده دي اربع ساعات دي عشان تفهموا الريفرس اوزموز. اتفقنا؟ احنا عندنا كام ار او في الوحده؟ تحت اثنين تحت واحد فوق. اتفقنا؟ اثنين تحت طبعا الوحده اللي تحت بتخدم على عدد كبير من المكن. ف اهميته ايه بقى؟ احنا انت بتحط بريشر عالي على التيوبس اللي موجوده. المره الجايه بقى اقول لكم ايه الزراير دي معناها ايه والبتاع ده معناها ايه والانابيب دي معناها ايه والتيوبس اللي ورا دي ايه والكلام ده كله. ده هدفه ان هو يبلوك الباسج اوف سوليوت بارتيكولار ماتر اللي عدت منك بكتيريا واندوتوكس ماشي كده. واهم حاجه السوليوت، ما انت شلت ايه؟ شلت الحاجات الكبيره. بعدين دخلت على كربون، شلت ايه بالكربون؟ شلت الكلورايد. بعدين دخلت على السوفتنر، شلت ايه؟ كالسيوم ومغنيسيوم، فاضل لك الصوديوم، هنشيل لك ده. ماشي كده؟ وبقيه الحاجات الثانيه صوديوم وباريوم وحاجات الصغيره بقى الثانيه دي بنشيلها بده. اتفقنا؟ طيب فانت عشان تقيس كفاءته عايز تشوف الصوديوم اللي طالع. والصوديوم بالنسبه لنا كوندكتيفيتي. يبقى انا عايز الايه؟ كوندكتيفيتي. اتفقنا كده؟ لان المفروض الار او هدفه انه يعمل ايه في الكوندكتيفيتي بتاعت الدايلاسيس ووتر؟ يقللها. يقلل الكوندكتيفيتي. اتفقنا كده؟ طب احنا بنقيس الكلام ده بحاجه اسمها تي دي اس. التوتال ديسوليوتد سوليوتس. معدل الاملاح الزائبه. اتفقنا كده؟ بتقاس زائبه جهاز كده عامل زي الترمومتر اللي شفتوه. يا عم شاطرين. ماشي؟ خلصنا الحمد لله شلنا كل حاجه كده خلاص يلا بينا ندخل. لا لسه اصبر نعدي على الترا فايلوت. الترا فايلوت الترا فايلوت اشعه فوق بنفسجيه. ليه؟ تعمل دي ناتيوريشن للنيوكليك اسيد بتاع البكتيريا، تقتل البكتيريا. ماشي؟ ممكن يكون فيه. طب انت قتلت البكتيريا ما هي لسه موجوده في الميه. ما انا هطلعها بعد كده ادخلها على مرشحات زي دي تشيلها، مرشح اسمه بكتيري يشيلها، مرشح بقى المايكروم بتاعه صغير قوي. طب معلش يعني وانا بمونيتور الالترا فايلوت دي احنا خلي بالكم ان احنا كل ايه؟ كل حاجه في اوضه المايه بقول لك عليها واقول لك ازاي تعمل لها مونيتور، تقيس كفائتها ازاي؟ تعرف ده شغال ولا لا ازاي؟ ابص على البريشر وابص على الباك ووش وابص على الشوائب واقيس كميه العصوره كالسيوم ومغنيسيوم واقيس الايه؟ كلورايد واقيس التي دي اس. دي مالكو؟ طب انا اعرف الالترا فايلوت شغاله. بص حضرتك بيبقى معاها كاونتر كده ايه اوتوماتيك كاونتر موجود ايه؟ عشان برضه دي تبقى هنا موجود هنا في الحته دي كده. هو المعدل الطبيعي بتاع الالترا فايلوت لامب ده 9000 ساعه. 9000 ساعه شغل. فانت لما هي
خلاص بتقرب تبي تطلب من طلبين من الشركه وبيقول اتفقنا كده. المرشحات البلنيه او المرشحات الميكرونيه او الالترا فلتر او الكارتليج ماشي او اندوتوكسين ريتنت بتعمل ريتنشن فلتر. ايه بقى القصه دي؟ بص حضرتك المرشحات دي بتتحط في كذا مكان في الوحده اماكن مختلفه. هل ليها هدف من ثلاثه؟ هدف من ثلاثه وركز بقى معايا في الاهداف الثلاثه بتوعنا دول. اول هدف، اول هدف لو حاجه عدت من الفلتر اللي فات انا القفها. يعني انا هتحط لي اثنين فلترين ما ايه فلترين فلترين بينيين بعد المرشح الرملي عشان لو المرشح الرملي اثر انا اقوم بالواجب اليوم. اي نعم انا كصغنن ده المرشح ده يبقى صغير ده 10 بوصه وفي منه الكبير 20 بوصه ده صغنون هحط لك منه اثنين بس يعني نوايا تسند الايه زي. او لو في دبرس طلعت من المرشح نفسه يعني ايه فالكربون طلع رمل طلع اخد بالك ازاي من الحاجات ديت شويه ريزن طلع بس الريزن بيبقى كبير شويه ما ينفعش المرشحات دي بتشل. او احط لك نوع بقى مميز قوي من انواع الفلاتر البينيه دي اسمه الايه الاندوتوكسين ريتينشن فلتر. ده مرشح بيبقى صغير قوي 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 شفت عمال اقول لك 25 مايكرون و10 مايكرون لغايه 1 مايكرون لا ده مرشح 0.001 واحد من 1000 ده يشيل الاندوتوكس عشان تنتج ميه ايه الترا بيور. يبقى ده عشان الترا بيور ده عشان الايه الالترا بيور يبقى ده وجوده يبقى في الترا بيور مش موجود يبقى ينفع ما تطلعش الترا بيور ماشي كده الكلام. طيب ديستريبيوشن بقى تطلع بندخلها على تانك ايديالي المفروض يبقى في تانك لا نفس الكلام ده انت شلت الكلور انت من بعد الفلتر الكربوني اي ركود في الميه هيدي فرصه ان الايه بكتيريا تطلع يحصل لها اوفر جروث اتفقنا كده. فيفضل ان انت ما تحطش خزان بس هخدم مع الناس دي ازاي ده انت عايز ارقو بقى لولبي يطلع لك معدلات ميه رهيبه جدا ومفيش الكلام ده. في بعض الاماكن بتعمل حاجات اونلاين وبتاع ما اعرفش ايه قصه كده كبيره بس ما عندناش حاجات مكلفه طبعا اتفقنا. يعني في مركز غنين في المنصوره ما عندهمش خزان معالج هو الار او بينتج اونلاين بس عندهم خزان غير معالج قد المستشفى بتاعتنا دي حمام سباحه مجمعين فيه الميه عشان يعرفوا ما فيش حاجه توقفه اتفقنا. طيب الديستريبيوشن هو اهم حاجه ان تبقى عارف ان الخزان ده لما ناخده بقى في العملي هقول لكم بقى قصه العوامه وما العوامه وفين الداخل وفين الخارج وفين الصرف والكلام ده كل واحد فيهم يشتغل امتى. ولكن المهم انا عندي كلوزد لوب دي ان انا عندي مواتير رفع بقى بتاخد الميه المعالجه توديها للمكن وترجعها تاني. اهم حاجه في المكن في وحده الميه ان الموتور ده يفضل شغال ما يوقفش ابدا. ليه؟ لو وقف الميه هنا راكده لا حتى لو انت مش شغاله راكده هتعمل كونتامينيشن حاجه من الاثنين حاجه من الاثنين. لو انا وحدتي بتقفل يعني لو انت شغال في مستشفى شغاله كرونيك دياليسيس بس خلاص يفضل انك تفضي الخزان ده والصبح تيجي قبل الغسيل بثلاث اربع ساعات تملى اتفقنا. انما لو انت زينا بتشتغل 24 ساعه فالموتور ده ما بيقفش الموتور ده ما بيقفش لان انت اخر حاله غسيل بتخلصها في النبطشيه 3 4 الفجر والساعه 5 الشفت الاول بيوصل فاحنا ما بنوقفوش. ليه؟ عشان يفضل يعمل لك كلوز لوب اتفقنا مش هشغل لك القصه دي عشان الميه ما توقفش في الايه في الخزان. مش هم هي الميه بترجع الخزان؟ اه طبعا انا بحسب ان هي خلاص بتقيل. لا بترجع الخزان تاني بترجع الخزان تلف وترجع الخزان. امال ايه اللي بيتصرف؟ بيتصرف الويست برودكت بقى اللي طالعه من الدايليزيت من المكنه ماشي. طيب دي سكه ثانيه يعني مواسير ثانيه وترجع ثاني اوبتمايز بطريقه ثانيه بالمواتير كل حاجه عندنا مواسير ليه. طيب احنا بقى الايه القصه بتاعتنا بقى مهمه جدا الايه الكنترول بتاعنا. انت كل شهر بتجي لك الشركه المسؤوله عن التعقيم والتنظيف ويديك ايه تقرير زي ده ان تم تغيير الشحنات الوحده مش عارف وعدد 2 من 8 ممبرين والوحده تعمل بكفاءه ويديك ملحوظاتك مثلا ان انت محتاج حمايه محتاج تجيب ملح جديد عشان الملح اللي عندك قرب يخلص. وكل شهر بتيجي وزاره الصحه ايه
تعمل عليك تفتيش زي ده ويقول لك ان ده ده نتاج التحاليل العينه مطابقه للقرار 63 لسنه 96 للمياه المستخدمه بوحدات الكلى الصناعي، بيقيس لك فيها الكلور والكلورامين والامونيا وكل حاجه كل حاجه اتفقنا، ويقيس لك فيها الومنيوم وكالسيوم وكروميوم، وبعد كده يقيس لك فيها الميكروبيولوجي البكتيريا عندك قد ايه، ويقيس لك هنا بص حضرتك المجموعات الكولونيه دي هي الايكولاي، بيقيس الايكولاي لوحدها والايه دي باسيل الكولون النموذجي اللي هي الكلوستريديوم ديفيسيل تقريبا، كلوستريديوم ديفيسيل ومش عارف ايه النوتوكسين تقريبا و وايه مجاميع ايه ستريبتوكوكس فيكالس ماشي اتفقنا كده بس خلاص كده خلصنا اوضه الميه، فاضل حاجات بسيطه بقى خالص كده في اوضه الميه ديت ان شاء الله ممكن نقولها في المره الجايه بتاعه العملي دي. انا بالنسبه لي دي اهم واحده، دي اهم محاضره اتقالت، فمحتاجين ايه نركز فيها قوي قوي، ما ينفعش تيجي المره الجايه مش مذاكرها عشان نطبق بقى الكلام ده في العمل ان شاء الله. شكرا يا جماعه. اول مره